في اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يحتفل فيه في 3 أيار من كل عام، يجب إعادة النظر لبنود قانون الجرائم الإلكترونية وطرحه للتشاور بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الأخرى، إلى جانب تدريب القضاة والنيابة العامة على تطبيق القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير احترازياً لسوء التطبيق، إضافة إلى الضغط على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لسن تشريعات واضحة تدعم الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير. صحافة حرة، مجتمع حر.